ننتظر المولود الأول اللي راح يجينا إن شاء الله في 4 ثواني، 3 ثواني، 2، 1، وإجا المولود الأول والحمد لله والحمد لله والشكر لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن ارك سيرفايفر. بهذا الفيديو راح نكمل اللي كنا عم نعمله بالسينجل بلاير ونتعلم فيها باللعبة شغلات جديدة وشوف اشياء جديدة بهاي اللعبة ان شاء الله. هلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. بداية والامر المهم جدا جدا جدا، امبارحة انا خلال يعني مو امبارحة كل يوم عم بدخل على اللعبة العبها، مثل ما لكم شايفين مروض اشياء كتير، واولها سواش اللي هو الجريفن، تعذبت كتير وصراحة صورت لكم فيديو شلون، وكل ما اسوي شغلة اصور لكم فيديو بس ولكن ما ينجح التصوير ويطلع الفيديو كتير طويل وعذبني بالمونتاج، وبيطلع الصوت ما يكون شغال، يا ما يطلع فيه مشكلة يا ما تأخر بالتسجيل. المهم ان شاء الله هذا الفيديو ما كمان اكنسل عليه وما تشوفوه ان شاء الله. طبعا اذا شفتوه انتو فاكيد ما كنسلت عليه تماما التسجيل بشكل كامل. المهم، وكنت بدي اصور لكم كمان نروح نواجه احد البوسات الموجوده هناك، بدنا نروح نواجهها، ورحت امنت كافه احتياجاتها. خليني اورجيكم اياها كلياتها، ثواني وين هون فرجيكم ايش مسوي انا، وينه هاي البوس، هاي كافه احتياجاته. بس ضل في شغله وحده، هي مو شغله، هن شغلتين ناقصات، بس الشغله الثانيه عم بنجيبها وتخلص لها معده معينه وتخلص، هي الالمازات تبعات التنانين، هلا بنحكي لكم عليها نورجيكم اياها. بس في مثل هذا القرن له دم، حاولت دورت عليه كتير انه اقتل التنين، اخده منه، اخده بشكل شرس، اخده تنين على تنين. المهم حاولت كتير ما قدرت اطالع هذا الاشي. وهون رحت جبت انا عسل كتير، والعسل رح يخلص، ضل عمره 4 ساعات يعني لسه يكفي. وهون عنا الماكينة فيها تقريبا مليانة كل اشي، من اي اشي تحتاجه انت، حتى في شغلة عملتها هي، بس خلينا نشيل هي من هون مشان ما اصنعها بالغلط، حتى جبت الجي بي ار اس، صار يسهل لي كتير عملية اللعبة، وخصوصا انا عم بلعب على ايبك جيمز ما عم بلعب على ستيم. ستيم في عندك بالزاوية بيطلع لك رقم وين انت موجود بكل سهولة، اما انا هون بايبك جيمز ما فيها الشغلات هاي، فيعني تعتبر مشكلة صراحة. فانا اختصرت هاي المشكلة ووفرت على حوالي هاي الاشي، تمام وكتير بسيطة. المهم هلا خلينا ناخذ بالجريفن، نعرفكم على طبعا هون شغلات عادية جدا كلياتها. طبعا هذا انا جبته مشان لم موارد، هذا ما بعرف ليش روضته انا، بس كنت ماشي بالطريق وشفته، عم بشوف العالم بتنزل هنا فيديوهات عم تحكي كتير مو كويسة. في عندك هذا الارسولوس ما جربته كمان، ما بعرف شلون. انا حاليا اكتر شي عن هدول الباترانادور، هذا يعني بينته جيد صراحة وسرعته حلوة. طبعا هو انا شفته جربته احسن من الجريفن، بس الجريفن بيعطيك ميزة، شوف تلف يمين يسار ترجع لورا تقرب لقدام، هذاك ما في، بس لقدام يمشي، بس هي مشكلته، وما بتقدر تطلق منه. هلا الجريفن تقدر تطلق منه بس، ولكن مع هذا مع انا لعبتي مو ما فيها مثل اللي موجودة بستيم، ما بقدر اشيل الروسية واطلق بسرعة، فما عم بستفيد منها صراحة يعني الجريفن. يعني وين ما عم بحطه، عم بحطه بشي مكان وانزل منه، اروح انزل انومه للي بدي انومه وارجع اركب الجريفن واخذ مرة ثانية، يعني العذاب واحد تقريبا، تحس عم بلعب اللعبة بدائية بدون اي ميزات. وهون هذا شو اسمه، هذا كان السبونو طبعا انا كنت بعرفه قوي جدا، وامبارح الفيديوهات الاغلب اليوتيوبر عم بيحكوا عليه انه قوي 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 وما عجبهم. انا صراحة انا مجربه، الحلو فيه انه سريع جدا، اسرع من كل الحيوانات. انا الوحيد القدر كان عندي 150 بسيرفر، كنت بي في بي، الوحيد اللي قدر يقتله هو الالفا تيركس، والالفا تيركس اللي ما يتروض الوحيد اللي قدر يقتله، حتى هذا كان كل شوي بيشحن حتى يحاول يقتله، بس المهم حتى مات معي. فهو يعتبر قوي جدا، بس ولكن في شغلات ناقصه، او لازم انت تكون مستلم قياده المعركه وما بعرف شو، بس جربته كتير قوي. والفكره اللي فيه شوفوا جدا جدا سريع، شوفوا انه سريع جدا وين بدك يروح، والحلو انه يطلع جبال ينزل من الجبال يعني ايزي. المهم نجي للشيء المهم اللي هو التنانين هذول، واليوم راح نروح نروض ذكور لهم، لان هذول عفوا اناث لهم، هذا لانه ذكر والثاني ذكر، هذول من نفس الفصيله. ورحت انا اشغلت قلت لانه هذول ذكر راح اسوي على اساس هجينيين، وانا صورت فيديو حكيت لك بدنا نصور فيديو انه اساس اسوي هجيني، ورحت جبت هاي الانثى تمام.
بس ولكن اللي طلع معنا انه الانثى الفصيلة مع الفصيلة ما بصير هجيني. وصحيح وذكرنا كمان وعجبنا هي كمان، وانا عم يعني برفع لها الاكل لشيء واحد مهم لانه هي ما لها اي اهمية، بس انها بتاكل كيك. وطبعا هي ما بتاكل معي غير كيك، اذا بتاكل شيء تاني اكتبوا لي تحت بالتعليقات. يعني مش عم بتكلفني الكيك يا ربنا، وما تكلفني تاكلها هي بكل سهولة. هلا صرت عم بركز انه ارفع لها الاكل مشان تجوع كتير، فطعميها كيكة واحدة بتكفي وتكفيني مدة طويلة، عرفت شلون؟ فبس. ومثل ما انكم شايفين الجدار ما، طب هلا بدنا ناخد واحد من هدول بلا، لا لا هي ناخد الجريفن، نروح نروض واحد من هدول او شبيه لهم. انثى بدنا نجيب. طبعا هذا ليفلو هون 287 و297، 297 لان هذا كان ليفلو 145 وقت روضته ولفلته، بتعرفوا انتم. بس والله تعذبت كتير فيه. طبعا هاي ذكور، راح نروح نجيب انثى اناث. ومثل ما انكم شايفين عملت هذا الجدار المانع كله، يعني شوف شغل انا عم بلعب، يعني مو انه والله ما عم بلعب اللعبه شو شلون، بس والله صارت قلعه خرافيه. لو انه يطلع حيط ثاني فوقها كانت بيرفكت، بس مش كمان يطلع فوق حيط ثاني. شوفوا اي احلى اشي من هون. طبعا لسه نحن عم بصمم بالبناء تبعها، ولسه الجرند الجرين او بيت الزرع لسه ما كملته بشكل كامل، لانه في عندي البوار المي ما بطلع معي بشكل مستقيم، ما بعرف ليش. رح نحاول نظبطها ان شاء الله، بس هذا القدر. وهلا خلينا نروح نروض واحد مثل اللي بيشبه هذوليك، بس نسينا نصلح السلاح قبل. طبعا خليني هون احط، هون احط الاشياء اللي ممكن اصنعها مثل هذا، ما بعرف ايش شغلته حاليا. وفي هاي الخيمه كمان عندي وحده، هلا بورجيكم بنيتها، بس كمان شغلتها ما بعرف. الجهاز تحكم حاليا ماني بحاجه له، راح افضي الشغلات الاضافيه هون، والشغلات العاديه الثانيه راح اخليها معي. في هاي الخيمه اللي بيعرف ايش شغلتها وايش موضوعها ارجو انه يكتب لي تحت بالتعليقات، لانه بس عم بدخل عليه شو حاطيني، بيعطيني تحت مثل المهندس. المهم خليني هلا اروح. طيب والله خلينا ننطلق نروح الى مكان بدنا نروض فيه. طبعا محل ما انكم شايفين على الخريطه، محل ما مأشر على الشاشه اللي هو تحت الستين، هاي المنطقة تحت خط الستين بين 30 و40، هاي المنطقة الموجود فيها البلويد الأحمر. بدنا نروح ندور على 2 أناثي، إذا ما لقينا أناثي راح أدور بالمنطقة تحت على الجنوب على واحد ذكر أجيب، تمام؟ ميل، تمام؟ نشوف، الله ييسر علينا يا رب. المهم يا شباب نتيجة لذلك إنه نحن صار لي ساعة عم بدور وما لقيت إشي، حرفيا صار لي ساعة. فلذلك قررت اروح على غير منطقة مندور، يعني اذا ما لقينا لقي كريستال. يعني حتى الان يعني المشكلة بدي ادور اول شيء احدد مواقعهم، وبعد ما احدد مواقعهم اروح اجيب كريستال لاشوف انا واحد بدي اقتله عشان اخذ منه كريستال، لان اللي بدي اخذ منه كريستال اجباري بده يموت، او مو اجباري انه بده يموت، بده يهاجمني يعني، او بدي اهرب منه يعني، بده يكون مكان بعيد خالص وراح يضل متذكرني حتى اموت انا. فلذلك قررت اروح على مكان الثاني محل ما لقيت الانثى، ندور على ذكر ان شاء الله، الله يرزقنا واحد. طبعا هنيك مجهز ابخاخ، مجهز كل شيء تقريبا، بس مطلوب منا نبحث. طبعا هو لازم الموقع حسب ما اني شايفه مقابلي تماما على الكتلة، هاي هي المنطقة كلياتها بيلتقى في قلبها. شوفوا ما اكبرها، هذا التنين الثالث مع اكثر الاماكن ممكن تلاقي فيها. بما انه اجى الليل وراح الليل واجى الليل هاي المرة الثانية ونحن عم نبحث عن التنين الثاني ما لقيته. طبعا هو بهذا اللوكيشن عند الجزر الخضراء، هرجيكم اياها بالجنوب عند هاي الجزر الخضراء بتلاقيه هون، باني ما لقيت. ففي مكان حاطينه بالصحراء عند 40-50 هون بهالمربع الصغير، حاطينه بالموقع انه هون مكان يتواجد فيه بس ولكن بشكل نادر، تمام؟ رح القي نظرة، ما لقيت رح اروح عدي على التنين الثالث، لان حتى التنين الثالث حاطينه هون اللوكيشن تبعه. فقال نشوف شو الله ييسر علينا ان شاء الله، الله يكرمنا هيك لاقينا واحد ونخلص. ما يطلع التصوير الفيديو على الفاضي. طب شباب اللي بيعرف ايش شغلة هي يكتب لي تحت التعليقات. هلا هي الحجرة الخضراء الجرين كروم عندي منها، لقيت منها، بس ضل الحمراء والارجوانية والزرقاء والاليمنت اور اليمنت، وهذا شارج بطارية، شارج بطارية عندي بس ما بعرف شلون اشحنهم.
كمان ارجو ان تكتبوا تحت التعليقات شنو لازم نشحنهم او ايش فائدتها. اول شيء قبل ما نحكي الشرحات ايش فائدتها احكوا لي اكتبوا لي تحت ايش فائدتها، لانه انا والله ما عم بفهم شيء باللعبه، عم بحاول اني افهم افهم افهم، بس المشكله بتدور على حلول. لعبه مو قديمه شوي، فالحلول لها شوي قليله، او جوز تعريفها لانه انا ما عم بعرف ايش اسمها او ايش هي، فما عم بعرف ابحث عنها بالانترنت. طبعا مثل ما موضح قدامي على الخريطه، هذا هو على هذا الجبل لازم نلاقي احد التنين. طبعا تواجد الجريفينات اكثر شيء بتلاقوها بهذا المكان، اتوقع هي احد الجواهر تبعت البوسات، فرح ناخذها اتوقع ذلك اتوقع. هي تبعت واحده من البوسات شوي معها، هي حلو شكلها. طبعا هي سبوني 95 منثى ما بدي اياها، لو ذكرت كان ممكن فكرنا فيها. واخيرا تنين. وين اختفى؟ وات وات، والله شفته انا، ولا بلشت انا احلم؟ اي والله في ضوء بالك، والله شفته يا هيو بلغش. خلينا نعرف وين مكانه مشان نبني. طبعا فوق انا كنت اساسا باني بيت لما روضته للجريفن. شو هاي بيضة؟ هاي بيضة التنين. بيضته وات؟ شو في معها صلاحية؟ كم وقت؟ ماي؟ ماي 6 أيام. تمام هذاك وهذاك، والله شوفوا شوفوا بالله عليكم شوفوا، مو هو شوفوا وين وقفها؟ استعلي هاي لا إله إلا الله. على ما يبدو إنه يا عصيان يا ما في طريق لهون وأنا ما بعرف. طول بالك نطلع لفوق بلكي نلقي الطريق من فوق. خلاص خيو كان صنع موضوعه، ما في غيره هذا، وهذا شكله عصيان. خلاص نروح ندور على غيره، بأنه أخذنا بيضة فإن شاء الله يطلع معنا ذكر. فهلا بنشوف إيش بدها مشان نروضها. تمام بالليفل 35 تمام ممتاز، والله منيحة طلعت لي بيضة. وصلنا إلى قاعدته الديجيتال. طيب شوفوا بأنه وصلنا لهون المكان راح أفرجيكم أنا كم إشي مهم جدا. شوفوا هلا مثل هاي، أيوة لا شلون هيك كذا. شوفوا أول واحد الفتون هذا ما عرفت منين أجيبه، والباقي كله موجود عندي. وبالنسبة لهدول الشغلتين الموجودات عندي اللي توني أخذناهم، لا مو هاي، هاي وين الثاني؟ هاي هات لأشوف لقينا بوس. واو الأكبر بوس طب التير 100. واو معناته يميله. هي صار عندي 2 منها. ايوة فهمت. طيب اتس اوكي، على كل حال اتس اوكي بدنا نروح نفحص البيضة. طبعا هون ضل هذا المكان الاخير، دورت ولقيت لقيت ما لقيت. طبعا نحن اللي طلعنا بيضة، فهذا يعتبر كمان شيء ايجابي صراحة. فراح ندور، لقينا لقينا ما لقينا، بس خلينا نعلي شوي. هو بهالمكان هذا هون بين الشجر الاحمر، فراح ابحث. ان وجدت كان خير، ما وجدت راح ارجع البيت واشغل المكيفات لحتى نفقس البيضة التي معنا. اما شلون بدها تتفقس ما بعرف. واخيرا عرفنا شلون نسوي البيضه. طبعا البيضه هاي اللي حصلناها من التنانين اللي ما زوجناها، رحنا مو قلنا لكم رحنا دورنا. اوف حاط بيضه هاد، شلون تحط بيضه وهذا ما معه حدا؟ وات ايش ما عم تتزوج بلاك؟ ما عم تتزوجين من ورا ظهري؟ نعم هذا شلون تزوج؟ منين جاب البيضة؟ طيب تمام على كل حال هذا كم بده؟ 32 دقيقة لا تجهز. ايوه
اتوقع لازم نزيد النار ولا هي حاشت النار. المهم راح ننتظر ل 32 دقيقة. طبعا نجرب نحط البيضة الثانية معها لنشوف ايش بده هاد. ما بعرف، تعال نجرب بس ايش هالبيضة هاي. ليكون هاي بدها نحطها هون بالمكيفات. طبعا انا سويت هون غرفة مكيفات مثل ما يقول صغيرة على اساس مشان نشغل المكيفات، بس على ما يبدو انا غلطان ما يطلع بدها مكيفات. ما عاش بدها، اتوقع انه هاي هاي فيها مشكلة. ما بعرف شلون ليش هيك ما بتطلع. بس شلون نطفي هدول هلا حاليا ولا يضلوا شغالات على طول؟ طب اتركها لك الحالة هيون لنشوف بعدين نرجع لها. ما بعرف، هي نترك البيضة نشوف بعدين ايش وضعها. انتو احكولنا بالتعليقات ايش وضع البيضة. طبعا هلا نحن البيضة عم نستناها بما تجهز، يلي صار لي ساعتين وانا عم بحب البنيت له الغرفة كلياتها طلعت على الفاضي وحطيت فيها مكيفات وزبطتها ل 24 بس طلعت على الفاضي. المهم القفلة هلا بعد ما حطينا لها النار وانا صرت اشوب نار كتير من البركة جنب البيض، مع انه انا عرفت، مع انه انا بعرف شوف الناس تحط جنب المكيفات لانه المكيفات تكون تعطي برودة، بس ليش تعطي حرارة؟ ليش بيعطي برودة؟ ما عرفت. فالمهم مع كل حالة بدها نص ساعة. طيب هلا جربنا حطينا فرن تاني تظبط القضية ولا نفس الاشي؟ عجب. طيب تعال نجرب نبني لنا واحد سريع سريع. والله يبدو انه ما فرقت ولا حبايبي على الفاضي، يعني اتس اوكي اتس اوكي. سوف ننتظر المولود الجديد الذي سال الله سيهبنا اياه. ناخذ نفتر فر ناخذ نفتر فره من فوق ونشوف شلون صاير الوضع عندنا هون بالبيت. خرب بالغرفه ولا ما خرب؟ والله شوف هو خرب، بس لما حطينا جنبه المداخن تقريبا تقول زبط او تعدل. ضل بدنا نسوي جرين هاوس. انا شايف هذا الموقع نفسه راح اضل اتركه اسكره واكمله جرين هاوس. اسوي هون جرين هاوس لاني ما له اي شغل بس. وهون هيتركه حاليا لنشوف شلون، او هون لانه هون المي فاتوقع انه نحط هون الجرين هاوس جنبها. ما بعرف، نترك لكم اياه تكتبوا لنا تحت بالتعليقات. وراح ننتظر بما تفقس البيضة، ننتظر المولود الاول اللي راح يجينا ان شاء الله في 4 ثواني 3 ثواني 2 1. واجى المولود الاول والحمد لله والحمد لله والشكر لله على 35 اجانا. ممتاز. ايش لازم اكوس عليه؟ لازم اكوس عليه جمع. تمام، بارك الله. طفي 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 طفي. ايش استويت انا يا زلمه؟ ايش بده هذا؟ لا خلينا نشوف بدك تاكل. هذا ايش بدهم طعمي؟ سيبها بينقص اجله ما بياكل. تمام، وبكون هون خلص الفيديو. مثل ما انكم شايفين اجا صغير ونا التنين وطلع في رجل او ميل، طلع ميل ما طلع في ميل انثى. كنا زوجناها مع التنانين الكبيره الموجوده عندنا. بس بكون هون خلص الفيديو. لا تنسى من اللايك والاشتراك. استنى لك اليوم بتجد حلقه جديده ان شاء الله بكره الساعه 6. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.